على نفس إيقاعات الفوز الثلاث المسجلة في الجولات الماضية، يدخل اتحاد الجزائر وعينه على نقاط الفوز الثلاث في مواجهة العلمة لضمان تأهل مبكر للدور النصف النهائي لرابطة أبطال إفريقيا. ومن خلال الحصة التدريبية كل اللاعبين أبدوا رغبتهم في المشاركة بمن فيهم الجدد، والتي وضعت المدرب ميلود حمدي في حرج بحيث يكون غياب قائد الفريق خوالد مواتي لمنح الفرفعي اللذان لم يشاركا في الجولات الماضية، بينما الألماني أمين عودية الذي أعير لسوستارا لموسم واحد خارج حسابات المدرب حمدي. لاعبون في حالة جيدة، معنوياتهم مرتفعة وهم منتظمون في التدريبات وفي قمة تركيزهم، الكل مستعد للفوز في هذه المباراة. سنلعب مع خصم قوي على أرضه وبين جمهوره بثلاثة عناصر أساسية، إلا أننا قادرون على الحسم. وفي الجهة الأخرى يدخل لاعبو مولودية العلمة مرحلة، وركز المدرب شريف حجار على الجانب النفسي وإبعاد لاعبيها التي عانى منها في الآونة الأخيرة. وإن كانت تشكيلة باب الجمعة بوجه مغاير عن الجولات الماضية، وهذا بعد أبين إلى أن الشعار الذي حمله رفقاء همامي هو لا بديل عن الفوز. لقيت بعض يعني المشاكل من ناحية المعنوية يعني اليوم الامس يعني نص ساعه اليوم يعني ساعه تكلموا مع اللاعبين باش نرفعوا المعنويات نظرا لبعض المشاكل لا داعي لذكرها، ولكن نقول يعني من يعني يوم المباراه الفريق راه وخاصه من الناحيه النفسيه مباراه عوده الامل من جديد.